انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الموسيقى العالمية في الشارقة بمشاركة فنانين وفرق موسيقية من 13 دولة عربية وأجنبية. يستضيف المهرجان الفنان التونسي صابر الرباعي في أولى الأمسيات الفنية، كما يستضيف أسماء معروفة في مجال العزف. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الفنان فرات قدوري، مدير مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية. صباح الخير. صباح الورد فرات. المهرجان صباح الورد حبيبي. هذا العام في دورته الثالثة، ثالث سنة يقام مهرجان الموسيقى العالمية، فياريت تعطينا فكرة أكثر عن هذا المهرجان. بداية نشكركم على الاستضافة الرائعة. الدورة الأولى كانت في 2014، أثبتت نجاح الحمد لله الدورة الأولى من خلال الفنان نصير شمة، جاهدة وهبة، مكادي نحاس، أنا أيضا عزفت في الدورة الأولى. الدورة الثانية كبر المسرح، كان اختصرت الدورة الأولى على القصباء، واجهة القصباء الترفيهية. الدورة الثانية توزع المهرجان في معظم واجهات السياحية في الشارقة. افتتحها العام الفنان الكاظم الساهر المبدع، وفي كان أيضا فرق أخرى، لينا شماميان وأميمة الخليل وغيرها فرق موسيقية. لكن هذه السنة يتميز المهرجان بالثراء الموسيقي، خلينا نقول يعني كنا بالدورة الأولى والثانية منصفين أكثر في الغناء، لكن هذه السنة الحمد لله أعطينا كم وزخم أكثر للموسيقى. وبذلك يعني كنا أعطينا لصابر الرباعي أيضا الدور الكبير في الافتتاح. جميل جدا. طيب خلينا نتكلم اليوم، يمكن تبدأ أولى الليالي الجميلة الموسيقية راح تكون مع الفنان الكبير طبعا صابر الرباعي. نبغى نعرف التقسيمات الباقية والفرق المشاركة خلال الأيام القادمة. نعم، الأماكن هي 5 أماكن. المسرح المجاز الكبير اليوم راح يكون في الافتتاح أمير الطرب صابر. غدا رح ينتقل المهرجان إلى جزيرة العلم. جزيرة العلم رح يكون فيها ثلاثي تقسيم، هذا اللي أنا إن شاء الله لازم أحضره إن شاء الله. أنت مدعو، أنت والزميلة. ثلاثي تقسيم غدا. بعد غد رح يكون جبران خليل جبران. أوكي. ثلاثي جبران. أنا آسف، ثلاثي جبران. بعدها ننتقل إلى مسرح القصباء، في عندنا ستيفانو دي بيتيستا من إيطاليا، عازف سكسفون. خليها مفتوحة. يلا يشوفوها. أوكي. ممتاز. بعد ستيفانو، وهذه من الليالي اللي إن شاء الله حضره. ننتقل إلى مسرح القصباء أيضا، إلى عازف الكمان جوزيف لاندبي. وبعد ذلك نعود إلى الختام اللي هو الأوبرا العربية اللي تقدمها أوركسترا الوطنية الأردنية ومغنية الأوبرا ديما بواب وزين عوض العربي. هذه خلي احدثكم بشكل مختصر عن التجارب الجديده اللي للمهرجان. حلو، اني اسال واني احنا بنعرف معلومات قد ما نقدر عن هذا المهرجان. بالضبط. في هو منوع ما بين موسيقى وغناء، يعني لا يعتمد بالدرجه الاولى على الغناء لا ولا على الموسيقى. اللي راحت كاظم الساهر، هذه السنه صابر الرباعي. صابر الرباعي، لكن لا يعتمد على الغناء، ممكن يكون موسيقى. بالضبط، موسيقى صرف اليه هي اللي، لانه تعرفين هذا العصر اللي احنا فيه، مثل ما تفضل الاخ فيصل، انا من معجبين في ثلاثي تقسيم الان مشهور جدا فعلا. الجبران ايضا مشهور جدا فعلا. الموسيقى صار لها ثقل ودور فعال الحمد لله. يعني اني دائما اقول اني عنصري للموسيقى، كوني انا عازف قانون اكثر طبعا، لانه الغناء هو سائد بالوطن العربي. لذلك اعطينا اهتمام للفرق الموسيقية. التجارب الجديدة، خلنا نحدثكم عن تجارب. أول تجربة أنه قدمنا 3 مواهب إماراتية، 3 مواهب إماراتية من ضمنها علي عبيد عازف عود رائع جدا، حسن علي عازف عود ماهر ومغني، في أروى أحمد أيضا تعزف على الجيتار وتغني. فهذه تجربة جديدة راح نقدمهم كمواهب بالمسرح بجزيرة العلم قبل كل فرقة. حسب ما ذكرت لي كمان في بعض من الجديد مشاركة المواهب، انه أيوة يجربوا. اتوقع هذه فكرة رائعة قمنا فيها مركز
مركز فرات قدوري للموسيقى هي اللي راح يقدم هذه الفكره. حيكون في مسرح في ممشى القصباء في بلوكسي، سميت هذه الفكره باستوديو المواهب. استوديو المواهب اللي هي هذه المشاركات الخارجيه، هاي المشاركات الخارجيه نعم. استوديو المواهب يستقطب اي يعني موهبة. انت قلت لي انا احب اعزف، احب اغني، ممكن تجي قبل فتره نختبرك، نعمل كيف لك نجهزك، اتصلوا الناس في بالفيسبوك وبالانستغرام التليفون ومن خلال مواقع المهرجان اللي هي شارجه وورد ميوزك فيستيفال، اتصلوا الناس اليوم عندنا موهبة رائعة جدا راح نقدمها. جميل. فهذه الفكرة الثالثة المهمة اللي هي الأوبرا العربية، هاي أيضا ارتئينا نحن كإدارة مهرجان قدمناها، اللي هي مزيج بين الأوبرا اللي تحدثت عنها في مصر والغناء العربي، راح يصير ميكس بين الأوبرا والغناء. طيب حيكون في برضو فرق طبول برازيلية وفرق إفريقية. إفريقية نعم. موجودة، هذا حيكونوا في نفس اليوم ولا مختلفة؟ هذه راح تكون موزعة، حتكون موزعة على خمس ثلاث مواقع اللي هي قلب الشارقة وممشى القصباء وممشى واجهة المجاز المائية. في كل هذه المواقع المهمة راح تكون في فرقتين يومية، واليوم التالي راح تختلف هذه الفرق تروح لهذا الموقع وهذا يعني روتيشن، يعني ايام راح تكون على ست ايام الشارقه راح تغطى في كل مواقعها السياحيه في الموسيقى. فرق موسيقيه والفن والموسيقى راح ينبسطوا كثير ان شاء الله. طيب انا بس حبيت انه ننوه عن طريقه توزيع الفرق الموسيقيه، لانه اللي كنت انا فهمته وطلع اللي فهمته غلط انه ليله واحده الواحد يحضر في مكان واحد في مسرح واحد ويحضر الليل. لا لا لا، طلعت طريقة مختلفة، يا ريت بس تشرح لنا هي عشان اللي حابب. يوميا من 6 إلى 10 في الممرات مثل ما قلنا، قلب الشارقة، القصباء، وواجهة المجاز، هذه الفرق راح تعزف هذه الفرق في الهواء الطلق. أما الحفلات الكبيرة تبدأ يوميا الساعة 9، اليوم في مسرح المجاز الكبير، غدا في جزيرة العلم الساعة 9، بعد غد أيضا في جزيرة العلم، انتقالا إلى مسرح القصباء أيضا الساعة 9 يومين، والختام نعود إلى جزيرة العلم. فهذه الفرق اللي تشوفوها الروسية والبلغارية والأفريقية هذه كلها موزعة في الحدائق يعزفون، والناس ممكن هذه بدون أي مقابل، يعني الناس تدخل وتستمتع في الستيجات الموجودة والإنارة. إن شاء الله بإذن الله راح نكون نتمنى لكم التوفيق وبإذن الله نلتقي في المهرجان. شكرا.